ألقت قوة أمنية القبض مساء الأربعاء 9 آب 2023 على تاجر مخدرات بعد مداهمة منزله في العاصمة بغداد. وذكر مصدر أمني أن المتهم المحاصر هدد القوة المنفذة على الواجب بعائلته بعد أن قام باحتجازهم في أحد غرف المنزل في حال تقربوا منه، يقوم بتفجيرهم بقنبلة يدوية بمنطقة 7 قصور شرق بغداد. وأضاف أن القوة وضعت خطة وتمكنت من مداهمة المنزل واعتقال الشخص ومعه 2 آخرين أيضا متهمين بقضايا مخدرات، ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية وفقا للمصدر.